الرحيم. معكم مون السواري لمدينة القنيطرة، رئيس فرع قنيطرة التابع للفيدرالية المغربية للمحافلات برئاسة محمد رحال السلامي، وعن أرباب ومسيرقة الحفلات في مدينة القنيطرة. أولا كنبغي نشكر منظار الفجر على التتبع ديالو الدائم لجميع الأحداث اللي كتقع في مدينة القنيطرة، وعلى المواكبة ديالو للمشاكل، خاصة مشكل القطاع ديالنا ألا هو قطاع تمويل الحفلات، واللي كيعرف مؤخرا واحد الزلزلة اللي صراحة سوف تأتي على الأخضر واليابس، بعد ما استرجعنا الأنفاس ديالنا بعد واحد الإيقاف اللي دام مدة سنة ونص تقريبا، واللي عانينا منه الأمرين، واللي صراحة يعني خلى بعض الإخوان ديالنا أنهم يبتعدوا على هذه المهنة كافة لأنهم ما لقاوش دعم عند الدولة. فمؤخرا كتنزل الحكومة واحد التنزيل اللي كينسف الميدان ديالنا مرة أخرى، واللي كنظن بأن هذا تكون الضربة القاضية للمهنة ديالنا، لأنها أمرات باش أننا نحبسوا عاوتاني القطاع ديالنا ويتشلف مرة أخرى، وأن الحكومة يعني كتحمل القطاع ديالنا جميع المسؤولية في تفاقم الأعداد اللي كتعرفها بلادنا في كورونا. فصراحة هذا الشيء وقع، يعني هو غير مسؤول، الحكومة خرجت بقرار غير مسؤول، ما تشاورت كاع مع المهنيين، ما نصفتناش، لأن أي مشكل كيوقع في كوفيد كتحملوا حنا المسؤولية ديالو. فمن الضروري أن الحكومة قبل ما تخرج قرار بحال هكا، فهناك لجان، فهناك وزارة الصحة اللي ممكن تطلب منها يعني الأرقام، وتعرف بأن واش هذا العدد المهول للتفاقم ديال كوفيد واش هو ناتج على الحفلات أو لا. هذه من الضروري تخصها ديرها. جات وقررت واحد القرار في واحد الوقت اللي ديما كتخرج فيه هو يعني ليلا، اللي صراحة حنا ما حسيناش بالعيد، ما حسيناش أجواء العيد، لأن تصدمنا أغلبية العمال ديالنا مساكن اللي يلاه كيستنشقوا الهواء، مشاو يعني اقترضوا باش يعيدوا، ومؤخرا تيفكروا كيفاش غادي يردوا هذا المصروف ديال العيد. صراحة هذا الخبر هو خبر جائر، لا أساس له من الصحة، غادي ينسف الميدان ديالنا لمرة ثانية، وهذه غتكون الضربة القاضية للميدان ديالنا. فاحنا كنحملوا مسؤولية الحكومة، يعني كنحملوها تمام المسؤولية على ما سيؤول إليه الميدان ديالنا. فكيف كتعرفوا مدينة قنيطرة الحمد لله كتزدهر وفيها نشاطات يعني كتقوم بالازدهار ديالنا، فاحنا على عاتقنا أننا حتى حنايا في الميدان ديالنا نقوموا يعني بتطوير الميدان ديالنا، ونحاولوا كميدان بسمو الحفلة أنه يكون يعني من أرقى الميادين. فهذا الخبر اللي وقع فهو غادي ينسف الميدان ديالنا مرة أخرى. النقطة اللي جد مهمة هو أنه مشكل الزبناء ديالنا اللي أعادوا فينا الثقة مرة أخرى، فصراحة ما لقيناش الحل معاهم، لأنهم مظلومين وحنا مظلومين. فكيف يعقل أن الزبون، لا سيما الناس اللي جاية من اللي في الجالية المغربية اللي جاية من دول أوروبية، يعني تاقوا في الحكومة بأنها قامت بالتنزيل بأننا غادي نفوق العمل ديالنا، فإذا به كيجيو تيشوفوا المسائل اللي بغاو تيعطيو العربين ديالهم، في الاخير كتحطنا في مأزق لمره ثانيه مع الزبناء ديالنا. فصراحه حنا هاد الزبناء ما نقدروش نخسروهم بتاتا، خاصنا نشوفوا الحلول اللي غتولي تواتيهم وتواتينا. وحنا اصلا يعني في هاد المناسبه ديال العيد فراه ما تعرفوش بان درنا واحد ستوكاج، لان المناسبات العيد كاع المهن كتحبس، وكاع يعني مده واحد 20 حتى 15 يوم، فدرنا واحد اقتنينا بزاف ديال السلع اللي غادي نخدموا بها في هذا الاسبوع هذا. فاذا به كيجي هاد كنسمي انا تحطيم، حطموا الميدان ديالنا وعاود غرقونا اكثر من كنا غرقانين فيه. صبرنا مده سنه ونصف وحنا تنعانيو، قدرنا دابا بجهد الله الحمد لله اننا يعني نتعايشوا مع هذا المشكل. فاذا به تنرجعوا لقاع البحر وكاين الظلمات وما لا افق لنا. اذا كنطلب من جلاله الملك انه يتدخل في هذه المسألة هذه، لأننا حنا شعبه وحنا ما عندناش غير الله وجلالة الملك هو اللي غينقذنا من هذا المشكل والزق اللي حطتنا في الحكومة. ونتمنى من الله أن جلالة الملك يأخذ بالاعتبار الطبقة الشغيلة في الميدان ديالنا، فتيشغل نسبة كبيرة من العمال، وتيشغل واحد نسبة كبيرة يعني اللي لها علاقة بالفلاحة، لها علاقة بالصناعة التقليدية، لها علاقة بجميع الميادين. فكيف كتعرفوا بأنه هذاك الفلاح ولا هذاك مربي اللحوم يعني الدواجن او اللحوم الحمراء او البيضاء، فعنده علاقه كبيره معنا حنايا.
فهو ما كيتسناش ينتظر انه يبيع كيلو ديال اللحم ولا كيلو تاع الدجاج. حنا كنديو عنده اطنان ديال اللحوم ولا اطنان ديال المواد الغذائيه من فواكه من خضار من جميع المستلزمات الافراح. فهنا يعني غادي يكون مشكل كبير اللي غادي يضرنا حنا اولا، وغادي يضر الزبناء ثانيا، وغادي يضر الشغيله، وغادي يضر المهنيين.